والعمله مستقره والامان وما في شيء مشكله. خلاص ايضا يبداوا يشتغلوا يجهزوا انه ايش مثلا خطه A في حال ما يحصل مثلا حروب اهليه وعدم استقرار سياسي. ايش اللي ممكن؟ يضعوا اهداف ويضعوا رؤيات ويضعوا هذه خطه نعم، وبالتالي مثلا الان من كان متوقع انه البلد هكذا بتوصل الى هذه المرحله؟ فالمفروض الشركات او المؤسسات التي تشتغل على خطط بديله بتقدر، لانه قد عندها ايش؟ تصور ايش اللي ممكن تعمل. تصور مسبق. خلاص احنا الان خلصنا اللي هي ايش؟ اعداد الخطط الاستراتيجيه والخطط ايش؟ الطارئه. طيب الان انت ممكن الخطط التنفيذيه تسمى. الخطط التنفيذيه. شوف هنا اعداد الخطط الطارئه محدد هنا. شوف ربما النقطه يعني حصل خطا فيها. طيب بعد الخطط الطارئه هذه الخطط التنفيذيه يا شباب. الخطط التنفيذيه يعني بعد الخطط الطارئه نعم ديفلوبينج هنا رقم 4 اللي هو ديفلوبينج تكتيكال بلان. هنا الخطط التكتيكيه في المستوى المتوسط ديفلوبينج تكتيكال بلانز. الان تبدا عمليه ايش؟ عمليه التنفيذ. هنا تكتيكال بلانز خطط قصيره المدى في الغالب، يعني احيانا ركزوا عليها في كل الادارات. انتم لو تلاحظوا يطلبوا منكم احيانا التقرير السنوي، او يطلب منك اعداد خطه تشغيليه لمده سنه، او خطه تنفيذيه. يقول لك انت مثلا عن اعطينا ايش اللي بتعمل خلال السنه هذه. برنامج عمل بحيث انه بيقوم لك ايضا ايش اللي تحتاج وايش اللي تحتاج يضع انه بعين الاعتبار. فهذه تسمى خطه تشغيليه او خطه سنويه محدده. مثلا خلال الشهرين يناير فبراير بنعمل كذا، فبراير مارس وهكذا، يعني تكون محدده لفتره زمنيه اذا قصيره الاجل، وايضا تسعى لتحقيق هذه ايش؟ الاهداف. مثلا احنا قلنا هدف عام اللي هو تطبيق اداره الجوده الشامله في جامعه تعز. خلاص بترسل هذه الخطه الاستراتيجيه لكل العمداء. العمداء بدورهم بيرسلوها لمين؟ للاقصى. اذا القسم بيبدا يعمل اليه كيف ينفذ، لانه الجوده من كل قسم لازم كل اداره تنفذ هذه اداره الجوده الشامله. بيبدأ يعمل يعني عملية ايش؟ تصور. مثلا الشهر الأول تدريب مثلا الطاقم الموجود اللي هو الدورة التدريبية. طبعا أعضاء هيئة التدريس يحتاجوا أيضا تدريب، أحيانا ممكن يكون أسبوع كافي عليهم. بعضهم مثلا يكون عنده تصور ايش مفاهيم الجودة ولا التعاريف، يعني لازم يحتاجوا عملية ايش؟ ديفلوبمنت. ما في مشكلة فيها. يقول مثلا في الشهر الاول بننفذ دوره تدريبيه خاصه في الجوده. في مثلا الاسبوع الثاني دوره تدريبيه خاصه في التخطيط الاستراتيجي. طيب بعد مثلا بشهر 5 و6 و7 مثلا بنبدا بعمليه التوصيف او مراجعه توصيف المقررات الدراسيه. المهم انه بيرسم له خطه عمل خلال ايش؟ السنه. ويحدد من هي الجهه المسؤوله عن التنفيذ. الفترة الزمنية ويحدد الأشخاص. مثلا هذا الهدف من المسؤول عنه؟ مثلا رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس. هذا الهدف مسؤول عنه مثلا العميل، وهكذا. لازم تحدد الفترة الزمنية وتحدد من هم الأشخاص الذين بيقومون بعملية التنفيذ. هذه تسمى خطة تنفيذية أو خطة تشغيلية لمدة ايش؟ سنة. كل الإدارات على فكرة وكل المؤسسات يطلبوها. الخطة التنفيذية تسمى. طيب اخر حاجه اللي هي كنترول اند اسس ذا ريزلتس.
الكنترول هذا معروف اللي هو الرقابة، تأكد. يعني أنت تجي نهاية السنة وضعت لك مصفوفة، مثلا الهدف الأول من المسؤول عن تنفيذه، كم المدة اللي يحتاج إلى عملية التنفيذ، مثلا التمويل كم يحتاج إلى مبلغ إيش التمويل. فتجي نهاية العام بتشوف عمليات اللي هي الرقابة لتأكد هل تم تنفيذ هذه الأهداف يعني بالكامل أم لا. بتلاحظ مثلا الهدف الأول تم تنفيذه، الهدف الثاني، الهدف الثالث، بتلاحظ الهدف الرابع مثلا لم يتم التنفيذ. هنا فتبدأ باتخاذ الإجراءات التصحيحية، ما هي الأسباب من عدم تنفيذ هذا الهدف وهكذا. هذه هي الخطة، تسمى الخطة الاستراتيجية. تبدأ أولا بتحدي جمع البيانات والمعلومات اللي هي داتا كولكتنج اند أنالايزينج، اللي هي تحليل SWOT، تحليل نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر. ثم تضع أيضا اللي هي كونتينجنسي بلانز، الخطط الطارئة. ثم تكتيكال اللي هي ديفلوبينج تكتيكال بلانز، يعني تطوير الخطط التكتيكية. ثم الرقابة كنترول، وبعدها اتخاذ الإجراءات التصحيحية. بكذا أنت تكون قادر على إعداد خطة استراتيجية. بعد اللي هي التصحيحية ريبيتد بلانينج، يعني إعادة التخطيط من جديد، ريبيت أو تيك أكشن مثلا، اتخاذ الإجراءات إيش التصحيحية والموديفيكيشن أو تشيك يعني. طيب الآن خلصنا إحنا التخطيط الاستراتيجي، من يقول لي مثلا الآن ما هي فوائد التخطيط الاستراتيجي هذا لمؤسسة العامة أو المؤسسة الخدمية؟ إحنا مش كده ندرسه بس اعتباطية، لازم يكون له فوائد. وما هي المعوقات في اليمن بشكل عام من عدم تطبيق التخطيط الاستراتيجي؟ على السريع كل واحد نقطة. يا سلام على الشيخ، كل هذا على 10 درجات. أول نقطة فائدة في ممتاز. شوف احنا عندما نقول تحليل SWOT، اذا التخطيط هذا شوف help to identify مثلا اللي هي opportunities threats weaknesses and اللي هي ايش strengths، اذا يساعد في معرفه نقاط القوه والضعف والفرص المتاحه والمخاطر. ايضا يسعى لك ان يوصلك الى الرؤيه. Very good. اللي هو الفهم يعني الرؤية بشكل إيش صحيح. رؤية تحقيق الأهداف ويقل التكلفة. Very good. It helps to اللي هو determine the objectives or to achieve the goals. تقديم منتجات أعلى جودة. لا شوف إحنا إيش الفائدة؟ ممكن عندما نقول تحقيق منتجات بأعلى جودة، خليها تكون الكلمة لصالح المنظمة اللي هي إيش؟ Improving the organizational performance، يحسن من أداء المنظمة. المنافسة. من أداء المنظمة بشكل. غرفة بغرفة. تساعدك تحدد موارده ومصروفاتك على موارد. مش يحدد الموارد، يساعد على استغلال الأمثال. اللي هي helps to اللي هي إيش؟ Optimize. The use of resources. فتح سوق المنافسة. هذه كنا نزورنا. وش فتح سوق؟ يساعد identify or help to meet the competitor. على مواجهة المنافسين. عندما يكون عندك خطة، أنت تستطيع تواجه المنافسين. لأنه إحنا قلنا في السوق لا بقاء إلا للشخص الذي يعمل، الذي عنده عقول بشرية، الذي يفكر صح. هنا ولا المنافسه الشرسه هذه ما حد يستطيع. سمعت التكنولوجيا تربى لدرجه ان المستقبل من خلال تحت نقاط القوه والضعف very good to meet helps to meet the future problems يعني يساعد على ايش مواجهه المشاكل المستقبليه مثل ما قلنا الخطط البديله اللي هي اي بي سي دي معناته مشاكل مستقبليه المنظمه لمواجهه المستقبل بشكل افضل هي مواجهه ايش هذه بشكل عام المشاكل المستقبليه شوف او ممكن تضيف اللي هي helps to meet the change or unexpected events الاحداث الغير متوقعه شباب البقيه ليش الشكر ايش التخطيط هذا يساعد على دليل على
يعني المنظمة هذه ايش اللي بنستفيد؟ كان قبل المنظمة نبتعد عن العشوائية في العمل بحيث يكون في العمل المنظمة دقيقة، طب ما هي الاستمرارية؟ يا دكتور وضوح الرؤية بس هون هيد ان كوردينيشن تساعد في عملية التنسيق، كل ما كان في تنسيق كل ما كان ما فيش عشوائية، لأن العشوائية هذه تتم متى؟ عندما يشتغل كل واحد ايش؟ لوحده. طالما زاد من عامل الفعالية والكفاءة معناها ايش؟ لو زاد ممكن المنظمة تمشي في خطوات سهولة التقييم يعني نستطيع بناء ممتاز اللي هي يعزز شوف اللي هو انهانس ذا كنترول اور سترينثز ذا كنترول بروسيس يعزز من عملية الرقابة. التخطيط هذا انت عندما تخطط لازم يتبعه عملية ايش؟ الرقابة. الأخلاق هذا التقديم هو الحاجة إنشاء أهداف للإسمار والأهداف واضحة مع تايم فريم يساعد في تحديد الأهداف قد ذكرناها اللي هو يعني تحديد الهدف يساعد فيه بعد عملها الأخلاق أو إعطاء صفة للزبون ممكن يجعل المنظمة مرنة بحيث أنها تكون قادرة على التعامل مع مختلف المتغيرات عندما يكون عندك خطة أوكي إيش كمان؟ دكتور هذا يعمل على تصحيح الأخطاء بعد عملية الرقابة يجبتها على تصحيح الأخطاء ومكافأة المسلمين أوكي إذا ركزوا معي الآن نعملوها بسرعة يساعد قلنا identify to know the opportunities, threats, weaknesses and strengths معرفة نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والمخاطر helps to meet the future problems يساعد على مواجهة المشاكل المستقبلية helps to meet the competitors يساعد على مواجهة المنافسين helps to unify the goals في توحيد الأهداف يساعد أن كل المستويات الإدارية تعمل على هدف واحد يوحد الأهداف بين كل المستويات ما يكون في عشوائية طيب helps in coordination يساعد في عملية إيش؟ التنسيق طالما كل المستويات تشترك في عملية التخطيط لازم يكون في هناك عملية إيش؟ تنسيق ما يكون بشكل عشوائي طيب helps to adopt new ideas في تبني أفكار جديدة التخطيط دائما يؤدي إلى هذا الجانب إحنا نتكلم عن إبداع ويعني إيش؟ الابتكار والإبداع ما يأتي إلا من خلال عملية إيش التخطيط طيب helps in quick decision making في اتخاذ قرارات إيش؟ سريعة يعني تساعد في اتخاذ القرار السريع طيب increase or improve the organizational performance يحسن من أداء المنظمة وأيضا increase employee commitment ويزيد من التزام العاملين العاملين عندما يشعروا أنه لهم أهمية وأنهم عناصر فعالة في الشركة يبدأوا إيش؟ هنا يحسوا إيش؟ بالالتزام طيب قلنا يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد helps to optimize the use of resources يساعد على الاستغلال الأمثل للموارد ها إيش كمان يا شباب؟ ممكن تضيفوا بعض الأهداف ولا خلاص كذي؟ تحقيق الأهداف وأيضاً قلنا enhance the control process أو strengthens the control process يعزز من الرقابة أيضاً الجانب الآخر أيضاً helps or facilitate communication process in the organization عمليات الاتصال طبعاً لأنه إحنا قلنا كل المستويات تشارك في التخطيط إذن الاتصال هو من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى والاتصال الأفقي إذن ما يخليش الاتصالات احتكارية لا يخلي اتصالات مفتوحة في كل الاتجاهات إذا التخطيط يساعد في عملية الاتصالات نعم الاتصالات أوكي. طيب
ما هي المشاكل يا شباب؟ الآن تعالي إلى المشاكل. وأيضا أحيانا يا شباب يؤدي إلى إيش؟ reduce the risk، يقلل أحيانا المخاطر، المخاطر اللي ممكن تتعرض لها الشركة إذا ما عندهاش خطة، ممكن تتعرض لمخاطر بكل صورة يعني، لكن ما يكونش عندها في بدائل. عندما يكون في خطة تكون هناك بدائل تمشي عليها. المشاكل بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي في اليمن برأيك ليش ما فيش خطط استراتيجية في اليمن؟ طبعا كثير من المشاكل، كل واحد يعدد مشكلة. سوء الإدارة. طيب سوء الإدارة تقدر تقول، خلي احنا نطلق عليها administrative dictatorship، القيادة الدكتاتورية، لأنه ما تسمحش. عندما نقول سوء الإدارة بإيش؟ قيادة دكتاتورية ما تسمحش للموظفين بالمشاركة ولا تعترف بالشخص المبدع ولا تتيح لهم فرصة، إذا تسميها administrative dictatorship. الخوف من التغيير. Very good. هنا fear to which to failure أحياناً to failure أو ممكن to change أو الخوف أحياناً من الإخفاق أو من الفشل. أنت أحياناً بعض المؤسسات تعمل تخطيط استراتيجي تخاف إنه إيش ممكن تفشل في المستقبل. ها إيش المشاكل الأخرى؟ كتخطيط ما ليش علاقة هذه التخطيط اللي القراء قصدك الرشوة و لا الفساد الإداري. كيف؟ طيب الفساد الإداري من أي ناحية؟ هنا خلينا نشوف نحدده. عندما نقول سوء الإدارة حين حددناها قلنا قيادة دكتاتورية، العجز التأهيل أو نقص التأهيل للشخص very good، lack of expertise and administrative qualification، قلة الخبرات والمؤهلات الإدارية. صحيح ذلك الوعد ممتاز. you're right، lack of awareness of the importance of planning. وأيضا اربطها شوف lack of the awareness in the application of total quality في تطبيق إيش الجودة. نعم إيش كمان كثير أسباب عدد دكتور، يعني العجز في التنبؤ بالمستقبل، يعني أحيانا الشركات ممتاز سبب نقص الخبرات. the business environment شوف it is difficult to obtain trustworthy. شوف it is difficult to obtain trustworthy data، اللي هو صعب إن أنت تحصل على معلومات موثوقة. والثاني business environment cannot be predicted، لا يمكن التنبؤ فيها. البيئة بالذات هنا المستقبل صعب إن أنت تتنبأ فيها. هذه إحدى المشاكل. الجانب الآخر عندما قلنا صعوبة الحصول اللي هي trustworthy data على معلومات دقيقة، لأنه قلنا عندما تعمل خطة أنت تلجأ إلى جمع المعلومات من الجهات الحكومية، وزارة التخطيط والمركز الوطني أحيانا للمعلومات، هذه كلها مراكز والوزارة اللي هي متعلقة بالمشروع مثلا. بتلاحظ إنه المعلومات اللي بتحصل عليها والجهاز المركزي للإحصاء مش دقيقة. فهمت كيف؟ وبالتالي بتستطيع عشان تبني على هذه تكون محتكرة. مثلا أجي أعطي لك عدد السكان في اليمن مثلا 27، أجي أقول لك مثلا عدد النساء، يعني الذكور أكثر من النساء والذكور متساوي مع النساء، هذه المعلومات ربما تكون غير دقيقة. أنت بتبني خططك على هذا الأساس ربما تطلع النتيجة إيش؟ معاكسة. بس دكتور دائما الجهاز المركزي للإحصاء أنا دقيقة طلع صرح تصريح قال نحن بنتوقع مثلا او عملنا اتفاقيات ومع بعض الدول بنتوقع ان اعداد السياح بعام 2020 بيوصل الى مثلا 10 مليون او 5 مليون سائح.